أرحب بالأستاذ من القاهرة بالأستاذ مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السوداني. أستاذ مجدي أهلا وسهلا. عند التحدث ربما عن الجهود المصرية نرى أن هناك تكامل لهذه الجهود، يعني استضافة لعدد من الأطراف المؤثرة كنائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار، وكذلك وفد موسع لقوى الحرية والتغيير، واليوم نرى هذه الجولة الخارجية الأولى للفريق البرهان والتي قام بها أو توجه إلى مصر مباشرة أو كانت هي محطته الأولى وما إلى ذلك. هل هذه الرؤية تعني انفتاح على كافة الأطراف دون انحياز؟ مساء الخير، تحية لك وتحية لمشاهديك ولضيوفك الكرام. بالتأكيد هذا هو الدور المرتجى من الجارة مصر التي أكدت مرارا وتكرارا على سياستها الثابتة لتحقيق الاستقرار في السودان دون التدخل في الشأن المباشر أو التدخل في الخيارات. مصر من قبل هيئة البيئة لحوار سوداني دعت له كل الأطراف بلا تمييز، بغض النظر عن من استجاب ولم يستجب، لكن هذا هو الدور المصري الفاعل. مصر الآن بعد الحرب تدخلت في وقت حساس ووقت قاتل بالنسبة للدولة السودانية، حينما دعت بعض الأطراف ودعا بعض زعماء الدول الأفريقية للتدخل غير الحميد في السودان باستدعاء قوات الاحتياط من شرق أفريقيا للتدخل في السودان. جاءت مصر ومنعت هذا التدخل بدعوتها عبر دبلوماسيتها القوية لدول جوار السودان للانعقاد بالقاهرة وفق محددات واضحة بعدم التدخل في الشأن السوداني والحفاظ على المؤسسات القائمة، المؤسسات الدستورية، وهذه إشارة واضحة لمؤسسة القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الشرعية والدستورية التي تقوم بمهام الأمن القومي والحفاظ على السودان واستقرار السودان. شكرا جزيلا لك الأستاذ مجدي عبد العزيز، كنت ضيفي من القاهرة وأنت الكاتب والباحث السوداني، شكرا لك.